دونك بالنسبه للشباب اللي يلاه التحقوا معنا، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نبداو ان شاء الله موضوعنا الان، غادي يكون هو كيفيه، ليس بالكيفيه التقنيه لانشاء اللوغوهات او اسماء المواقع او البيزنس او الشركه، لكن يعني كيفاش كتنتج انك تحاول انك تقاد ماركه معينه اللي انت غادي تخدم بها، سواء على الويب او على الارض الواقع اذا كانت شركه او اي شيء. احنا غادي نخدمه بواحد الطريقه اللي هي ماشي، ما غاديش نشوفوا الطريقه التقنيه، ولكن غادي ما هي تقنيه في نفس الوقت، ولكن ما غاديش نشوفوها يعني من ناحيه الحاسوب اللوجيسيال او غير ذلك. لكن اللي كيهمني هو ابتداء من الفكره، لان ممكن اسم ستور او اسم المنتوج او اسم البرودكت اللي انت غادي تخدم عليه او الاختراع او غير ذلك ياخذ منك وقت كبير جدا، او اسم الابليكاسيون كمثال. انا درت واحد الابليكاسيون غادي نكوميرسياليزيها، غادي ياخذ منك واحد الوقت كبير جدا، لان هذيك هي اللي غادي خصها تكون مضروسه على اساس انه تكون فيها مجموعه من المعايير، تكون سهله في الكتابه، سهله في تكون سهله في الكتابه، سهله في الحفظ، يعني تكون كتسجل في الدماغ ديال الانسان بشكل بسيط وسريع، وتكون عندها من ناحية الألوان ومن ناحية كل ما يتعلق بهذا اللوجو تكون بسيط، ويكون هذه الألوان وهذه تكون مثيرة للنظر وتكون كتشجل. يعني لاحظت جميع الماركات العالمية كلها كمثال الآن أصبحت غير كتشوفها كتتعرف عليها. ربما عندي واحد اللعبة هنا بسيطة، مشوفوش مازال هنا، هذه كتسمى اللعبة اللي هي بسيطة، غادي نوريها لكم. هذه لعبة كتعطى بالنسبة للدراري الصغار، ولا هذا ما بقيتش عاقل شحال كدير واش كتعطى ولا كتشري، المهم انا ما بقيتش عاقل. هذه كمثال لعبة دبل، الهدف منها شنو هي؟ الهدف منها هي شنو فيها؟ فيها دي مارك، فيها ماركات عالمية، والهدف منها انك تفرق هاد الورق هذا، كتفرقهم يعني هاد لي سيركل هادو بحال لي كارت ديال لي كارت دو جو، اللي انت كتفرقهم واحد، كل واحد فيكم كمثال جوج ولا ثلاثه الناس كيكون عندكم واحد العدد معين، وكتحطوا وحده في الاول في الوسط، وكل واحد يعني يلقى رمز من الرموز اللي في هذه الكارته الاولى اللي في الوسط، كيحط البطاقه ديالو حتى كيتقاضيوهم كاملين، يعني اللي ربح. اشنو كتستعمل في هذا؟ بالنسبه لي مارك، هاد لي مارك كاملين كيديروا هاد الشيء هذا على اساس انهم كيديروا الاشهار بطريقه، حتى بالنسبه للدراري الصغار كيوليو هاد لي مارك ميموريزين عندهم في الدماغ ديالهم، يعني طريقه تقنيه باش الناس يعرفوهم ويشجلوهم. وانت شنو كتولي كدير؟ كتولي انكونسيامون الدماغ ديالك كيشجل هاد الماركات العالميه، كتولي فاش كتمشي تتقضى ولا شي حاجه كيوليو كيبانوا لك هادو، كتعرفهم غير هما، دماغك ما بقاش كيفكر، فهمتي؟ وهي راه ماركات كتير، لافاش كيري، كيري اوبتيك، دومينوس بيتزا، ليبتون، فهمتي؟ هذه افكار. وانت الوقت فاش كتسرع على اساس انك تخلص من البطاقه، كتشوف كمثال هذه اشنو شي حاجه اللي هي بيناتهم، كيكون واحد فيكم عنده كمثال هذه اشنو بحال دابا، هذه فيها ماي، هاد لا مارك ماي، هذه فيها بنات بين هذه وهذه، الاشياء المشتركه هي بيما. يعني كتولي كتحط لي كارت بطريقه سريعه جدا، كتخدم دماغك، ولكن في نفس الوقت هما داروا هاد اللعبه هذه على اساس انك تحفظ هاد لي مارك هادو اللي عاطين هذا، جيون، تي سير، يوبيسوفت، اديداس، اوروبكار، برينجلز، دونك هذه كلها ميسيو بروب، بابيل، كانال جي، ماركات عالمية يعني، هذه بلا ما ندخلوا فيها، دانون، كلهم كاينين تقريبا، العديد منهم كاينين. لهذا باش تحفظ هاد لي مارك هادو وتولي كتستهلكهم يوميا فاش كتمشي لأي أي محل تجاري، دايرين الطريقة هذه. لكن المغزى من هذا شنو اللي كيهمنا الآن؟ بأن أي لوغو شفناه هنا كيولي معروف، كمثال ناخدو أريال، مدروس بطريقة أن أي واحد فينا الآن لما كيشوف أريال كيعرف بأن هذا مسحوق ديال التصبين، يعني شركة اللي كتعمل مسحوق، واحد المسحوق ديال التصبين. باش كتشوفوا بيما
رسخات منذ سنوات هذه الماركه نتاعها دخلات ما كاينش الان اللي ما كيعرفش فيما ما كاينش اللي ما كيعرفش ماكدونالد ما كاينش اللي ما كيعرفش دانون هذه الماركات كلها اديداس علاش لان تمكنوا بطريقه تقنيه ومع المده على اساس انهم يرسخوا الماركه ديالهم في اذهان الجميع باي طريقه من ناحيه الالوان يعني اذا شفتوا اي موديل خدينا هنا اي مثال في الشركات العالميه جميع الشركات العالميه اللي عندها دراسه ما كيتعداوش ثلاث الوان في اللوغو ديالهم يعني من ناحيه الالوان اللي انت غادي تخدم عليهم ما عمرك ما ديرش ليها شي حاجه اللي هي فيها الوان قوس قزح اللي كيهم ان حاول ان في اللوغو ديالك كلما كانت الالوان قليله كلما كانت امكانيه ان دماغ الانسان فاش كيقراها ولا كيحاول يضبطها كتكون النسبه انه يشجج لها كتكون مرتفعه جدا علاش لان الالوان كياثروا على الدماغ ديالنا في سي سكون ابيل لو فلو دانفورماسيون يعني المعلومات اللي غادي تعطيني انا في نفس الوقت كيكونوا قلال ومنهم الدماغ كيقرا الالوان كيقرا الشكل كيقرا الجرافيك كيحاول يستوعب المعنى هذا باش يعقل على لا فورم ويبقى يتذكرها يعني حاول انك اذا كانت امكانيات انك كمثال شوفوا لاروس واخا انه انا كنشوفه باللي لاروس هو واحد اللوغو اللي هو معقد شويه لكن الوان بفت انه فقط باللون الاسود كيعطيه واحد الطريقه اللي كيتشجل بها بسرعه وكيكون عندها معنى على اساس ان نعقل عليه دونك اول نصيحه او اول طريقه حاولوا ان ما تفوتوش ثلاث الوان هذا على الاطلاق ماكسيموم في اللوغوات ديالكم اذا كان اثنين او واحد ربما كيكون افضل هذه اول شيء ثانيا حاولوا انه ما يكونش معقد يعني ما تحاولوش انك في اللوغوات ديالكم انكم كدير واحد اللوغو اللي انت كتقول انا غادي ندير كمثال ناخذ غادي نديرو امبريمونت شركه اللي بيع الامبريمونتات ولا الطابعات الورقيه وانت غادي ترسم لي الامبريمونت وتحاول تعقد الانسان وفاش غادي يشوف المنتوج هذا ما كيبقاش يعرف شنو هو فهمتي الا خديتو اليوتيوب كمثال يوتيوب راه شي حاجه بسيطه جدا خداو شنو داروا كتبوا يوتيوب يعني الاسم كيعبر على هذا ثانيا فيه الشكل الاحمر وسط منه بلاي شنو هي البوطون اللي كتديمار بها اي فيديوهات الان ولا قبل كانت بلاي يعني ستارت حاجه بسيطه جدا وكتعبر عن الفيديوهات وهذا الان اصبحت اي واحد يشوف اللوغو نتاع اليوتيوب كيعرفوا بطريقه بسيطه جدا وما كتعداش ثلاث الوان دونك بور ريزومي قلنا كاين الالوان كاين الشكل ما يكونش معقد ويكون بسيط ولا قدرتوا انكم تتفك انا من بين الاشخاص اللي كنعتمد بشكل كبير جدا فقط على التيبوغرافي يعني على الفونت يعني الطريقه للكتابه ربما اذا خديتي نوع من الكتابه اللي انت قلبتي عليه ولقيتيه ماشي متداول ما ديرش ليا كمثال سميتو شي ستيل اللي هو معروف وكيتكتب دائما كتشوف شي فونت اللي هو اوريجينال وممكن تمشيو كمثال ناخذ دا فونت انتظروا غادي ناخذ كمثال دا فونت بالنسبه للناس اللي غادي يشوفوا الفيديو على اليوتيوب غادي ندخل دا فونت اللي هو الموقع اللي كيعطيك لي ستيل يعني ديال الكتابه لا فينيتي لا مارك لا نوتوريتي لا كاليتي بيرسو ليماج دو مارك وي خويا دونك غادي ناخذ كمثال ممكن تكون كتابه تكون كلما كان الامر بسيط جدا كلما كانت المعلومه كتجي للدماغ ديال الانسان بطريقه بسيطه جدا ممكن يسجلها ناخذ كاين لي تكنيك كاين لي سكريبت يعني الطريقه راه كاليغرافي يعني الطريقه ما نكتب باليد او غير ذلك خويا ناصر السلام عليكم ان شاء الله بديت ديجا اصلا فاش بعثتي لي ميساج كنت بديت اللايف مع الاخوان
ولكن إن شاء الله نكمل الآن وأنا معك. دونك لا تيبوغرافي، فاش كناخد اللوغو ديالي كنخدمو بلا تيبوغرافي. أنا من بين الأشخاص اللي كنفضل أنه يكون كتابة فقط، لأن كلما ولكن تكون ليزيبل، يعني تكون إمكانية قراءتها. كمثال نديرو هنا الجارني اوفيسيل، يعني نديرو اسم القناة باش نشوفو كمثال، ونديرو نشوفو بالكتابات هذه أبسطها. حنا غادي نحاولو أننا نشوفو شي حاجة اللي هي تكون بسيطة جدا ولكن اوريجينال، يعني تكون مخالفة على لي فونت اللي العين ديال الأشخاص موالفينهم وكوتيديان، تكون شي حاجة اللي هي اوريجينال، على أساس أن لما كتشوفها كتعرف بأن هاد الكتابة كتتعلق بالماركة معينة. داكور، ولا تزيدوا معاها يعني التقنية، سواء رسم أو غير ذلك، ولكن يكون مبسط بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. كنشوف لكم مثال في هاد ناخذ كمثال هاد مثال اس اف ار، شركة فرنسية اللي كدير يعني التليكومونيكاسيون، كدير يعني لي فورفي تيليفونيك، كتبيع بحال اتصالات المغرب، بحال ميديتي المغرب وغيرها. يعني دايرين فقط مربع بالاحمر وفيه ديك السفر بطريقه مبسطه ومكتوبه على واحد مكان معين وفقط، وهذه الكل كيعرفها. الا خدينا لي كونكورون ديالهم فري كمثال، حتى هي نفس الشيء. فري خدت اللون الاحمر وكت اعتمدت فقط على الستيل، ما كاين حتى شي لوغو اخر، ما كاينش شي جرافيك، ما كاين حتى شي حاجه. يعني اعتمدوا على شنو؟ كيعتمدوا فقط على الكتابه، بسيطه جدا. وما كاينش الان في فرنسا اللي ما كيعرفش فري، او خارج فرنسا يعني معروف لوبيراتور فري راه معروف. هذه امثله فقط. الى خدينا ناخذ اكس، هادو كيديروا لي برودوي ديال اكس، شفتوا هادو خدموا على الجرافيك، يعني على واحد الديزاين الفونت والالوان، وخدموا شوية على طريقة ستيل باش كتبوها اللي هي اوريجينال. عكس اللي هي معروفة، اللي هي عالمية، كدير لي برودوي ديال هذا اش كنسميه شامبوان، وكدير سميتو ديال الدات. هذه هي الفكرة المهمة. دونك غتمشيو لدا فونت، غادي تقلبوا على ستيل بارابور لي كاتيجوري اللي نتوما تقدروا تعجبكم، يعني طبيعية ولا على حسب الانسبيراسيون، وعلى حسب حاجة أخرى، على حسب علاش غتستعمل أنت هذا اللوغو ديالك. كمثال شي واحد اللي غادي يدير قناة ديال اليوتيوب ديال الأطفال، راه غادي خصك تحاول دير كمثال، ولا ديال الألعاب ولا الجيمين ولا أي شيء، راه اللوغو ديالك خص يكون مخدوم بطريقة أنه تكون شوية انسبيري في داكشي اللي كيدار وداكشي اللي كيديرو الناس. باش أي طريقة، كمثال غادي ندير الجيم، غادي نمشي ندير جوجل، داكور، وغادي نكتب سيدي لوجو تومبليت كمثال. تومبليت، فاش كنقولو تومبليت لوجو جيمين، فهمتي؟ تومبليت يعني لي موديل لي زيكزومبل، يعني شي حاجة اللي انت تقدر تخدم عليها. ها فاش كندير تومبليت جيمين بار اكزومبل لوجو جيمين، كيعطيني الاشكال اللي ولات مودرن الان، اللي كيديروها سميتو اللي كيستعملوها لا ماشي لايف في اليوتيوب، لا فقط كنسجل بالحاسوب هنا. دونك الان كمثال هاد لي لوغو هادو اللي حنا كنشوفوهم ديال الجيمين، ممكن ان يتاسبر منهم الانسان. شوف يعني بالنسبه للجيمين كلشي، الاغلبيه اللوغوات اللي عندنا هنا الان معقدين شويه، ربما هذا الميدان هذا الا درت فيه اللوغو كما بغيت انا كما نصحتكم به، ما غاديش يخدم لك مزيان، ما غاديش يقدروا الناس يعقلوا على الماركه ديالك. لكن هادو علاش؟ لان ربما هادو عندهم ابعاد الاخرى شنو هي، لان ربما فاش كيتعرفوا بالجيمين القناه ديالهم يقدروا ياخذوا هذا اللوغو عليه ام بريميوم في دي تي شيرت ولا غير ذلك. ها هما كاين كيما هذا جيم لوغو برو جيمر،
هادو كمثال كاينين فيهم معلومات اللي هي جد هامة وشوية معقدين في الجيمين لي لوغو ديالهم. كاين ها ضحك جيم كمثال، هذا ربما يكون أبسط. وكاينين المهم، أنا الفكرة شنو هي، أنك كتمشي لجوجل كتاخد كدير تومبليت ولا كدير موديل لوغو. إذا بغينا كمثال غادي نديرو فوتوغرافي، نديرو لوغو فوتوغرافي، نشوفو شنو كيديرو الناس فوتوغرافي ونشوفو لي لوغو ديال لا فوتوغرافي ها هما كيدايرين. ماشي كناخد هاد الشيء هذا كنديرو، ولكن كناخد فكره على الاشياء اللي كتكون متداوله حاليا، يعني اللي كيخدموا بها الناس في الانترنت ولا مطلوبه. دونك هذه هي كتاخد هاد الموديلات هادو، ماشي كتاخد الفكره. وممكن حتى في الالوان انك تانسبير من هاد التناسق ديالهم. كمثال الا خدينا هذا فوتوغرافي فيه الاحمر والكحل، هذا بسيط يعني لون فيه لونين وجميل جدا. ممكن تاسبيرو ونبدل غير لا فوتوغرافي ديالي انا اللي انا لقيتها في دافونت كتناسب المجال ديالي واللي كتناسب التنسيق، يعني الشخص جرافيك اللي انا خدمت عليها اصلا. هذا داير 50 ملم، هذا داير واحد لوبتيك بالوان شويه معقده، بلاتش، يعني كتاخدوا افكار اللي من هنا. ها هي بجرافيك لوجو ستيل بجرافيك وديزاين. هادو كمثال، هادو اعتمدوا فقط على هاد الفونت، يعني اللي هو بسيط جدا. ولا هذا حتى هو كمثال، هاد الفوتوغراف خدم على السينياتور جولي دافيدسون فوتوغرافي، يعني بسيط جدا. لكن هذه كاتي جاكسون، هذه دايره كل شيء، الامور مخدومه على اساس ان الجرافيزم هو الفونت هو اللي كيعطي الاسم، هو اللي كيعطي واحد القيمه لهذا اللوجو. هذا كمثال موديل ثاني اللي هو بسيط، اللي معتمدين فيه على الفونت وبسيط جدا بطريقه بسيطه واحترافيه. داكور، هذا اول شيء. دونك تحدثنا، الفكره الاولى هي الاسم، يعني انك تبحث عليه بطريقه ربما تاخذ منك، هي اللي اصعب شيء هي انك تلقى الاسم اللي غادي تسميه في البروجي ديالك، اللي غياخذ منك وقت كبير ربما، ولا غادي يجيك مباشره على حسب البرودكت ولا على حسب الشركه اللي انت باغي دير، ولا على حسب الماركه العالميه اللي انت باغي دير، ولا على حسب المشروع ديالك ولا الاختراع ديالك. ربما يكون ابليكاسيون، ربما يكون لعبه، ربما يكون اي شيء. هذه اول شيء، يعني كتشوف الاسم او بالنسبه لي لوجو والاسماء هذه ديال النت، حاولوا انكم ما تعدوش كلمتين، الا فتوهم كيكون شويه اللوجو معقد بطريقه لي صعب. الا بالنسبه لي فوتوغرافي، الا بغيتي دير الاسم التسمية ديالك والكنية ديالك في بعض الأحيان، لكن هو من الأفضل أنها تكون كلمة وتزيد معها دلالة اللي هي كمثال جو سي با مو أ بي سي فوتوغرافي، وكتعلن المجال ديالك إذا كنت سبيسياليزي. نصيحتك في اختيار اللوجو هو الكتابي أفضل من الشكلي. نعم، كأخذ حرفين أو ثلاثة من اسم الماركة. تقدر كمثال، كاين طريقة أخرى أنك كتخلي الاسم كمثال محمد الكارني، وكتاخد الحرفين الأول في محمد و الكارني الأو، كتقلبهم ولا في طريق جرافيك اللي كيكون هذاك هو الشكل ديالك. لكن كتزيد كتعقد على الشخص، ولكن كيعطي عاود جمالية ربما. ما تحاولش بما أن يعني تكون عندكم واحد الفكرة، راه ماشي كلما كان اللوجو معقد كلما كان احترافي، لا، ربما في بعض الاحيان لا سامبليسيتي ديالو، البساطه اللوجو كتعطيك واحد الاحترافيه اللي هي جميله جدا. لهذا انا كنصحكم حاولوا ديروا اقتراح تا اول ثاني ثالث رابع، يعني مجموعه من الاشكال اللي فونت، وحاولوا انكم تحطوهم حتى في التليفون، يعني لما ديرهم في الحاسوب، وتحاول تشوف الاصدقاء ديالك وتعطيهم هما ثلاثة ولا أربعة الناس هما اللي يعطوك يعني التشكير
شنو هما اللي لوغو اللي عجبوهم هما واللي اختاروهم واللي حاولوا انه يسجلوهم بسرعه ودخلوا لهم دماغهم وعجبوهم، فهمتي؟ وحاولوا انك تطلبوا رجال ونساء يكون العينه تكون مختلفه. دونك هضرنا على الاولى الاسم، انت كتقلب عليه، حاول انه يكون مدروس بطريقه كبيره، وهذا اللي غياخد منك نسبه ديال الوقت اللي هي كبيره جدا ويقدر يجي مباشره. ثانيا الشكل والفونت، يعني الطريقه الديسان اللي غادي دير في اللوجو ديالك ولا شنو على حسب الماركه، وكتختار له الفونت اللي غادي يجيك بسيط جدا وما يكونش معقد، يعني اي واحد عطيتيه هكا في ظرف سكوند خصو يكون يقدر يقرا، فهمتي؟ عندي كمثال مشكل، نعطيكم كمثال باش تفهموني. هاد لا بون ديسيني، هاد ديال الاطفال كمثال. الا شفتوا هاد الكتابه، هاد الكتابه اللي راه مكتوب بها، ما نعرف، صعبه في القراءه بالنسبه للاطفال. هذا كمثال، هذا اللي دار هاد لي بون ديسيني. ما بالنسبه لي انا سن معين ديال الاطفال، انا عندي الابن ديالي كمثال صعب عليه في القراءه، كيلقى صعوبه كبيره على اساس انه يقرا هذا الفونت هذا. واش هذا الكتاب هذا لما قلبت على اساس نشوف السنوات ما لقيتش فيه سن معين، يعني ماشي بالنسبه للناس الكبار ولا سن ابتداء اي سن، يعني ممكن يكون اي طفل بدا يقرا يقدر يقراها، ولكن انا لقيت باللي حتى بالنسبه للاشخاص يعني اللي زادوا الناس الكبار قراءه الطريقه هذه الفونت الى شفتوا فيه مزير شويه ومقاد بطريقه الفونت ما كيتقراش بسهوله، يعني كيبان لك باللي راه دي اللي تخليهم هما اللي لاصقين مع بعض اكسترا. بالنسبه لي هذا كيتعب القارئ، وثانيا ما ربما غادي يسد ذاك الكتاب وغادي ما يشريش كاع، فهمتي؟ هذا ابسط الاشياء. لهذا حاول ان تكون الكتابه ديالك تكون تقدر تقراها، ما تشوفش بانها معقده وفيها شي حاجه دايره هك وهذا. الهدف ديالك ان الشخص يقدر يقرا السميه باش يعقل عليها، فهمتي؟ الا ما قدرش يقراها انت راه عزيزك اللي ما غاديش الماركه ديالك ما غاديش تعرف، يعني ماشي بقات غير في الجماليه، الجماليه زائد القراءه في بطريقه بسيطه جدا في اقل من سكون. نقرا تعطيه شويه تقول لي اقرا هذه، اقراها تدشيت ما يفكرش واللي بدي ياخذ وقت. قلنا في اغلب الاشياء افضل كولور واحد، ثاني جوج كولورات، ما تعدش ثلاثة ديال الألوان في اللوغو ديالك ولا الماركة ديالك باش تسهل الأمور على القارئ وعلى الإنسان اللي غادي يعقل على الماركة ديالك واللي غادي يشتري ولا على الزبون، يعني كيشوف كي تيدونتيفيا، فهمتي؟ أشنو آخر بقى؟ قلنا الفونت، هضرنا على لي كولور، هضرنا على الفونت، هضرنا على الجرافيك، إلا بغيتي دير الجرافيك تقدر زيد شي حاجة كمثال فاش غادي دير الكمبيوتر ولا غادي تهضر لامانتونونس ديال شي كراج ديال الطوموبيلات، تقدر تزيد شي كلامونيت ولا شي حاجه اللي كتبين على اساس انك راه في المانتنس ولا شي حاجه من هذا القبيل هذا. ثانيا اخر ايطاب اللي ضروري انك تشوفها هي الالوان، يعني الالوان كيفيه اختيار الالوان. انا كنصحكم انكم كل ميدان كيكون عنده الالوان اللي كيكونوا معروفين، يعني كيتستعملوا بزاف في كل دومين كيكونوا. يعني شنو كان النصيحه ديالي انا كيفاش كان كومونش بروسيد، تقدر دير لوغو، تمشي لجوجل كدير لوغو كمثال، بغيتي تمشي دير شي حاجه ديال الطوموبيلات غدير اوتوموبيل، اوتوموبيل ياك، وشوف الالوان اللي كيتستعملوا بزاف ولا كيتعطاو وكيعطيو واحد. ها هما دابا بان لي كحل بزاف، الزرق الكحل والاحمر، يعني في تناسق الالوان. ها هما كومباني، غادي تاخذ تشوف شي الوان اللي انت ديجا كمثال هذا فيه الكحل الاحمر، ونحاول انني نستعمل في هذا اللوجو ديالي هاد اللونين هادي، يعني كنسجل هاد الصوره هادي كنديرها الفوتوشوب وكناخذ الجراف هاد الالوان هادي. انتو الى شفتوا دابا الان هادي درنا غير اللوغوات، أغلبية الألوان تقريبا أغلبية اللوغوات يعني التومبليت كيستعملوا الخضر والكحل. هانتوما هاو التاني، ها هو
الكحل، لا ماشي الخضر باردون، الأحمر والكحل، الأحمر والكحل، الأحمر كاين شوية ديال الزرق، ها هو عاوتاني الأحمر والكحل، الأحمر والكحل، الأحمر والكحل، الأحمر والكحل، الأحمر والكحل. يعني أنا كمثال إلا غادي ندير شي لوغو ديال الطوموبيلات ولا شي ستور ولا سيرفيس ديال شي كراج، غادي نستعمل غادي ندير الأحمر والكحل، ياك نحاول ندير ما ندير شي حاجة اللي هي معقدة، تكون بسيطة. دونك هذا هو هذه هي الفكرة العامة اللي ضروري، لأن كيجوني الأسئلة خويا كيفاش ندير كيفاش هذا. اللغوات ما تضيعوش فيهم وقتكم، المهم هو الاسم ان فو درتيه ربما في اقل من ربع ساعه نطلع لك اللوجو اللي هو بسيط جدا وخدام، ومع الوقت ممكن انك تبدا تجرب، يعني ممكن تخدم بلوجو حتى تشوف ردود الفعل، ومن بعد تقدر تطور مع الوقت. راه اي شركه كتبدا كدير لوجو من بعد كتطور الشارت جرافيك ديالها، والالوان ممكن تاخذهم في تسميتو، سميتو كاين ادوب كولور، غادي دير ادوب كولور في جوجل، ياك ادوب كولور غادي يعطيك السيت ديال color.adobe.com، هذا كيعطيك كتاخد الكولورات اللي انت باغي تستعملها، كمثال الازرق كيقول لك واش جوج ديال الكولور واش ثلاثه ولا اربعه، وكتختار الكولورات اللي انت باغيها، وكيعطيك الالوان اللي كتماشى معاها، يعني في التناسق باش ما تخربقش، لان هذا علم حتى هو، فهمتي؟ يعني التناسق ديال الالوان كيلعب دور كبير، ما غاديش دير شي الوان اللي ما كتناسقش مع بعضها. كمثال الا خدمنا كيعطيك الالوان اللي هي مريحه كما كتشوفوا بالنسبه للناس اللي في الفيديو، اللون الازرق كيمشيو مع هذه الالوان هذه، وهنا كتقدر تسجل هذه على شكل صوره وتاخذها الفو درتي الكومبوزيت ديالك البروداكت ديالك لي نيونس سومبلاب اللي كيتشابهوا، كتشوف هنا كاين لي كاتيجوري شنو بغيتي، مونوكروم يعني الوان مختلفه، وين فوا خديتي الالوان سواء عندك لي كود ديالها هنا كتاخذها مباشره كتشتغل بها، سواء كتسجل الصوره وكتاخذها فوتوشوب وكتستعملها. حتى بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي فلاير او اي دوكيمنت غادي تخدموا عليه، هذا كيعطيك تناسق في الالوان 2 4 5 اللي ما تعداش، على اساس انه كيكون عندك تناسق في البروداكت ديالك. حتى لو سيت انترنيت، حتى في السيت لي سيت ديالكم فاش كتخدموا على الالوان، ما ديروش الالوان عاد تخربقوا، سيروا لهاد هاد ذا فونت، خذوا لون دومينون واحد لا كولور اللي نتوما كتعجبكم، ولا في الميدان كمثال باغيين تخدموا بها. كمثال الا بغينا نخدموا على شي سيت ديال الحوايج ديال النساء، غادي ناخذوا هاد لا كولور، هذا شي موف ولا شي غوز ولا شي حاجه، ونشوفوا الالوان اللي كتماشى معها باش نديروا بهم لي تيكست تصاور ولي تيتر ولي بانيير، وهي غادا. وغادي تشوفوا في اخر العمل ديالكم فاش كتكملوا كل شيء، كيبان لكم على اساس ان لو سيت انترنيت ديالكم خلال الالوان اللي نتوما خدمتوا بها عطى واحد الاحترافيه اللي هي كبيره جدا. علاش؟ لان الالوان اللي عطاكم دافون هاد ادوب كولور كيعطيها لك متناسقه، الا انت الا بديتي كتبريكولي غتجيب شي حاجه غادي دير شي حاجه شي عجب اللي ما غادي توصل بلا، يعني ما يعطيك حتى شي نتيجه. حاولوا دائما في اي حاجه جرافيك درتوها، كمثال كاين هاد ليماج كتسجلها كونيكتات، كتسجل ليماج ديالك كيعطيك واحد الصوره كتسجلها، ولا كتاخذ لي كود كولور هنا وكتخدم بهم، وهادو كدير غير كوبي كولي كوبي كولي، حتى فاش كتكون كتخدم في شوبيفاي ولا هذا لي بانيير لي سيت لي تيتر لي ليان، كهانت كتاخذ هاد الديزاين هاد الالوان كمثال، هادي من هذا color.com كاين هذا السيت هو باش كنخدم بزاف، واخا هذاك اي سيت اخر، انا غير عطيتكم هذا اللي هو معروف وبسيط الاستعمال ديالو. دونك اللوغو والماركه نتاعنا عندها الكود جرافيك، هضرنا على الامكانيه بعد الاسم، هضرنا على الستيل لامبورطونس ديال الستيل،
وهضرنا على الالوان وهضرنا على الاشكال اللي انت ممكن تشتغل عليها والطريقه باش غادي تلقاها وفين غادي تلقى اشنو باغي تخدم. داكوغ، دونك ندير خلاصه وغادي ناخذ ان شاء الله الى كاين اسئله. دونك خلاصه القول الان شنو هي؟ ان لما غادي نخدم لو سيت ديالي، سواء ان لوغو سواء ماركه اللي غادي نشتغل عليها، سواء لوغو او اسم ديال محل، سواء اي شيء غادي نخدمه على اساس ان غادي ندير فيه واحد لاشارت جرافيك اللي الناس غادي يدونتيفيوني به، كارت فيزيت او غير ذلك. الاسم ديالي شنو هو؟ كتشتغل على مجموعه من لي بارامتر، الاول فيها هي الجرافيزم، يعني الطريقه ديال الكتابه. كنحاول نلقى شي ستيل اللي هو مبسط ممكن نقراه ببساطه، يكون خارج على الستيل اللي هما اعتياديين اللي الناس كيستعملهم في الوورد وغير ذلك، يعني العين ديال الناس مولفهم. ولهذا كنمشي لواحد السيت دا فونت ولا دوتر، تقدر دير لي توبوغرافي اللي هما موجودين، تقدروا تلقاهم فور فري، يعني داونلود وتديشارجيهم وتخدموا بهم. ديزاين، يعني الا غادي ندير شي جرافيك يكون مبسط بطريقه احترافيه. النصيحة ديالي فقط نخدمه بالفونت، يعني مبسط، و الماكسيموم اللي تقدر تعداه في اللوغو باش يكون داكشي مزيان واحترافي هي 3 ديال لي كولور، يعني ما تستعملش فيه اكثر من 3 الوان في سميتو ديالك في اللوغو ديالك، باش يكون القضية احترافية وتكون سهلة في التسجيل في الدماغ ديال المستهلك. دونك من الافضل واحد ولا جوج، الماكسيموم 3 ديال الالوان، دونك 3. وهاد الالوان كيفاش كنختارها؟ كنمشي كولور ادوب، ادوب كدير كولور ادوب دوت كوم، كولور دوت ادوب دوت كوم، هذا كتاخذو كتعطيه اللون اللي هو دومينون. كمثال انت كتمشي لجوجل كدير اوتوموبيل، كدير لوجو اوتوموبيل ولا لوجو ما نعرف، كمثال باتيسري ولا اي شي حاجه بولونجري، غادي دير بولونجري وغادي تخدم على اللوغو ديال لابولونجري. يعطيك امثله وتشوف اللوغوات الالوان اللي هي كتستعمل بكثير جدا بكثره، وغادي تاخذها لان الناس تعودات عليها، ولفت انك غادي تستعمل نفس اللون غادي مباشره الناس كتفهم بلي انك انت في مجال ديال فاش غنشوف اللوغو ديالك في شي قنت كنعرف بان هذه بولونجري، فاش غادي نشوف اللوغو ديالك في شي قنت كنعرف بان هذا كراج ولا محل للسيارات. علاش؟ لان تعودنا بالطريقه هذه ان اللون هذا يرمز الى هذا الشيء. دونك كتاخذ الالوان داك الدومينو وكتمشي كتشوف لي فاريون، الالوان اللي كتماشى معاه، وتحاول ديرها باحترافيه، يعني كتفرقها سواء في الاسم ولا الطريقه باش غديرها على حسب النومبر دي ليمون اللي انت دايرو في اللوغو ديالك. دونك هضرنا على الشكل، الفونت، الالوان، اشنو بقى لنا؟ بقى لنا الجرافيك، يعني الطريقه الى غتزيد شي حاجه. انا ما كنحبش الناس اللي كيزيدوا لي جرافيك، لان كتكومبليكي على الشخص انه يسجل اللوغو ديالك. يعني من الافضل دير غير الفونت يكون هذاك هو اللي كيبين اللوغو ديالك باحترافيه وما يكونش معقد. دونك هذه هي خلاصه هذا الدرس، ونتمنى انه تكونوا استفدتوا، واللي استفد يعني ما تنسوش انكم تبارطاجيو مع الاخوان، ربما اللي غيستافدوا في سوف لي فلوجز في الفيسبوك او غير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي. لايك بالنسبه للفيديو الناس اللي غيشوفوها على اليوتيوب، و بارطاجيو، يعني ما تبخلوش ان الاخوان ديالكم انكم تبارطاجيو معهم الفيديو باش يستافدوا حتى هما. دونك هذه هي خلاصة القول، اللي عنده شي سؤال ممكن يخليه في الكومنت ونقدر نجاوبو في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. ونستمر بالنسبة للإخوان في انستغرام، وغادي نقطع في الفيديو.